الأستاذ محمد زيتاوي والحديث حول التسجيل الإلكتروني والتقدم لوظائف التربية والتعليم وأيضا توضيحات تفسيرات أن نعرج قليلا على بعض الإشكاليات التي واجهت البعض إضافة إلى التعديلات والتغذية المستمرة لهذا الموقع الإلكتروني مع الأستاذ محمد زيتاوي. يسعد صباحك. يسعد صباحكم ويسعد صباح كل المستمعين والمشاهدين، ونحب نصبح على كل معلمينا ومعلماتنا ومديري ومديرات المدارس والهيئات الإدارية وعلى طلابنا من كلهم. يسعد صباحكم. الله يسعد صباحك. يعني في البداية من تقديم ورقي إلى تسجيل إلكتروني، ما الجديد؟ نعم، في استضافات سابقة في تلفزيونكم الموقر تحدثنا وكانت هناك تطمينات بخصوص النقل من الإجراءات الورقية إلى الإجراءات الإلكترونية التي في مجملها توفر على المتقدم الوقت والجهد والدقة والأريحية في التقديم أينما شاء في أي وقت. يعني لما نحكي إحنا عن تقديم طلبات توظيف في العام السابق كان عندنا في 10 أيام. نعم. بتقدم لنا تقريبا 3500، يعني نحكي عن معدل كل يوم لازم يوصل عندنا على المديرية 350 طلب. وهذا كان يعمل أزمة للناس وإرهاق. والناس كانت يعني تتطلع إلى أن يكون التقديم إلكتروني حتى تسهل على الناس، لأنه معظم التعاملات اليوم إلكترونية وبالتالي فيها سهولة على الناس. طيب، يعني واضح تماما أن هذه الخطوة جاءت تلبية لحاجة المواطنين وأيضا لرغباتهم في أن يكون التسجيل إلكتروني كونه أقل جهد وأيضا يوفر الوقت وكل ما إلى ذلك من الأمور التي قد تنعكس إيجابا على سواء مستقبلي هذا الطلب أو مرسلي. لكن هنالك أيضا إشكاليات سنناقشها، لكن في البداية التسجيل الإلكتروني ما الذي يحويه بصراحة؟ إيش طبيعة المعلومات اللي لازم تتوفر للمسجل أو المتقدم لهذه الوظيفة؟ وشو كمان الأساسيات اللي لازم يكون محتفظ ومتمكن منها من يقوم بالتسجيل من خلال الإنترنت؟ نعم، يعني أنا بدي أحكي ببساطة ووضوح. نعم. وبشكل سريع ومبسط. أول شيء التقديم الوظائف في الورقية الكل بيعرف كيف كانت الطريقة اللي تقدم بيها، انه بروح على الدائرة اللي معلن فيها شاغر وبعبي هالطلب وبرفقه للشؤون الإدارية. الآن في عنا موقع ديوان الموظفين العام الذي هو بصفته يستقبل كل الشواغر الوظيفية في دولة فلسطين. وفي هذا العام تم التنسيق والتعاون مع ديوان الموظفين العام لتحميل وتقديم الطلبات عبر هذا الموقع، وأن هذا الموقع يوفر للمتقدمين أينما قدموا طلب للتربية للتعليم لأي وزارة كانت، فهو يحتفظ في أوراقه لمرة واحدة على بروفايله، وهذا البروفايل بصير أي شاغر في الدولة كلياتها عن طريق ديوان الموظفين بيقدر بس يقدم طلب التوظيف وأوراقه بيكون محتفظ فيها. يعني وبالتالي اللي بدنا نقدمه إحنا للمتقدمين لأول مرة عن طريق التسجيل الإلكتروني. كل واحد طبعا لما بدخل بده يعمل هو له اسم مستخدم وكلمة مرور. نعم. يجب أنه يحفظهم. وبعدين في ملاحظة مهمة، المتقدم نفسه اللي لازم يعبي. يعني أنا ما بقدر أعبي لشخص وأحط إيميلي وأحط رقم جوالي، لأنه التواصل عبر الموقع وفقا للبيانات المدخلة عن طريق الإيميل وعن طريق اللي هو الجوال، لأنه سيصل كل متقدم أي يعني رد على الطلب من خلال الاس ام اس عبر الجوال. مع تنويه أستاذ محمد أن التقدم أو في هذا الطلب لا يعني قبول. نعم. والملاحظة اللي كمان بدي أضيفها أنه أي واحد تقدم بطلب هو لا يعني قبول طلبه، وإنما يتم قبول طلبه بعد ما يوصل رسالة تم قبول الطلب. وفي طلبات الآن منظورة مرشحة للرفض لأسباب كثيرة، منها ممكن إن أنا يعني تخصص مثلا رياضيات روحت بدي أقدم فيزياء مثلا أخطأت في البيانات، هذا الطلب غير موافق عليه وسيتم رفضه. وبالتالي إحنا مننوه لكل اللي الآن قدموا، إحنا تقريبا أنا عملت إحصائية قبل ما
جيت على الاستوديو تقريبا 400 متقدم صار عندنا مقدمين في طول كرم في طول كرم وفي طلبات كثير مرشحة للرفض. يعني أن كل متقدم قدم على التسجيل الإلكتروني إحنا بنحكي له أنه يفوت على بيانات ويتأكد من التخصص ومادة الامتحان المسموح التقدم فيها وأن يكون متأكد من إرفاق كل الأوراق اللي هي من شهادة الجامعة وشهادة التوجيه وشهادة الميلاد والهوية وإذا في أي تفصيلات أخرى خاصة في الطلب اللي قدم. يعني رسالة الرفض اللي بتوصل للطالب اللي مقدم الطلب نفسه بيكون موضح فيها إيش الأسباب؟ نعم على أساس نعم أنه يصحح الأوضاع لإله سيتم وضع السبب عندما تصل الرسالة إلى المتقدم في سبب الرفض. يعني الفرصة متاحة لتصويب نعم نعم. أنا بأكد على أخت وفاء أنه هاي الملاحظة مهمة. أي طالب قدم خلال التقديم لغاية 29/4 مسموح له يفوت على البروفايل ويعدل زي ما بده ويتأكد من كل الخانات اللي عباها بالتفصيل. وإحنا بعد 29/4 سيتم وقف التسجيل الإلكتروني وإرسال الرسائل. يعني إذا واحد عنده كان في مشكلة سيتم رفضه ما بيقدر يعدل بعد هذا التاريخ. وبالتالي إنه لازم يرجعوا كل واحد قدم يتأكد من مادة الامتحان والتخصص. نعم. اللي طب أستاذ محمد يعني بصراحة في البعض بيتسأل بيحكي طب هو كل الفلسطينيين ولا الكرميين عندهم انترنت في البيت كيف مثلا بده يتعامل بهذا الموضوع أو يمتلك القدرة على التعامل أو إنه على الأقل ليش ما كان في مركز حاسوب في المديرية التربية مثلا لتسهيل لمن لا يعني يتوافر لديه جهاز حاسوب في المنزل. أول شيء أنا بدي أحكي على الملاحظة هاي. يعني إذا إحنا بدنا نعمل تسجيل إلكتروني وبدنا نخلي المتقدم يجي على الدائرة نفسها ما استفدنا من الفكرة. الآن بنسبة كبيرة جدا كل الناس عندهم موبايل، حتى على الموبايل بتقدر أنت تقدم على الوظيفة هاي. هلأ موضوع إنه مش في كل ناس لكن الأغلبية إنه في ناس ما يعني ما عندهاش القدرة على الاستخدام بده يتعلم. لأنه هاي يعني سياسة الوزارة يعني الإسراع في تحويل كل الإجراءات الورقية إلى إلكترونية لأنه في إلها مزايا كثيرة. وإحنا طبعا العالم كله زي ما أنتم عارفين كل واحد فينا بيستخدم الفيسبوك بيستخدم الإيميل وبالتالي هاي إجراء عادي. يعني لكن لمن يتعثر عليه الوصول أو التقديم يمكن بهذه الطريقة؟ يمكن استفسار من خلال الموقع الديوان نفسه وممكن يسأل ناس ثانيين يعني عندهم خبرة يساعدوا في الموضوع. في شيء مهم جدا أستاذ محمد وهو أن البعض من المتقدمين أو المتقدمات هنالك عدم معرفة تامة بصيغة الوثائق التي يجب أن يتم إرفاقها. يعني بأي صيغة لازم أن أبعث هذه الأوراق لحتى كمان يتم إمكانية التعرف عليها وفتحها من قبل التربية والتعليم. طبعا الموقع اللي دخل عليه يعني لو طبعا احنا على موقعنا على الفيسبوك على المديرية او قسم الشؤون الإدارية وضعنا كل ما يمكن وضعه من خلال الأشياء اللي هي معتمدة من قبل ديوان الموظفين العام. لأن اي واحد بيدخل على الموقع لأول مرة وبده يسجل هي فكرة بسيطة جدا في تعليمات لازم تقر فيها وتحط تك عليها انك انت موافق عليها. بعدين بتدخل رقم الهوية. نعم. وبعدين بتدخل على التسجيل بتعبي البيانات الأولية إلك ومن ضمنها أهم شيء اللي هو البريد الإلكتروني اللي إلك ورقم الجوال وليس الهاتف. بأكد عليها. نعم. الجوال. نعم. وليس الهاتف. وبالتالي بعد ما تستمر بتوصلك اللي هي على جوالك اللي هو اسم المستخدم وكلمة المرور. نعم. تدخل كمان مرة بصير في لك اسم مستخدم وكلمة مرور. بتفوت على البروفايل اللي إلك. الآن بتعبي كل التفاصيل. يعني بعبي شهادتي بختارها من في عندي لوك اب تيبل موجود فيه كل الشهادات. بختار شهادتي معدلة توجيهي أي مرفقات أخرى. ألا بالنسبة للمرفقات لما أروح على البوتوم اللي هو في مرفقات الآن بصير يسألني بدك أنت شو ترفق؟ بدي أرفق شهادة الميلاد بروح برفقها. بدي أرفق شهادة البكالوريوس. بدي أرفق شهادة الثانوية العامة. نعم. وبالتالي بعد ما أرفق هون هلأ هون بالنسبة لصيغة الإرفاق اللي في ناس كثير يعني إنه بقدر أصور على الجوال بقدر أصور على أعملهم سكانر. الفكرة فيها البسيطة إني أعملهم سكان
أوديهم يعني بصيغة PDF. PDF. حتى إنه نعم. يكون غير قابلات أساساً للتعديل. بالضبط. وبدي أنا وهون لشغلي. إحنا امبارح يعني صار تعميم على أساس نسهل على الناس اللي هم مقدمين عنا. اللي هم يعني بدو يجددوا طلبوا تجديد. ما طلبنا منهم الأصلي يعني السكانر مش مهم لو كان التصوير نعم. ومش مبين الختم أصلي للناس اللي بدهم يجددوا تجديد يعني لهم طلبات عنا وشهاداتهم موجودة عنا. بس الجديد يجب إنه تكون مصدقة من وزارة التربية والتعليم العالي ومبيني إنها تصديق جديد. وفي كمان كنا بنحكي تحت الهواء أستاذ محمد إنه للي مثلا قام بإدخال معلومة بشكل خاطئ وبيحب إنه يقوم بتصحيح هذه المعلومة في إضافة نعم. جديدة على الموقع نعم. الإلكتروني. في على الموقع اللي طبعا متابعين إله نعم. في ديوان الموظفين العام مشكورين حطوا لديك مشكلة إذا في أنا عندي أي مشكلة سواء إني أنا بدخل رقم الهوية وبكل موجود سابقا أو أي إشكالية أخرى أني أنا ناسي كلمة المرور أو اسم المستخدم بحط التفاصيل وببعث لهم إياها وهم مشكورين بتابعوا كل الحالات اللي فيها إشكالية عبر الـ SMS اللي هو عبر الجوال. طب يعني بصراحة يعني مقارنة يعني بالأيام الخوالم إذا ما قارنا الموضوع 400 شخص حتى هذه اللحظة نعم. بتشوفوا أنه الإقبال هو نفس الوتيرة أنه بالفعل امتحانات التوظيف أنه كل الوطن ينتظرها من أجل هذه الشواغر. أنا بدي أحكي يعني قبل ما أجاوبك على السؤال بالنسبة للرقم اللي حكيت لأنه 400 لغاية اللحظة. أول شيء الآلية هاي سهلت على الناس كثير يعني إحنا كل متقدم كان بده يروح على المديرية التربية والتعليم من الساعة 7:30 للساعة 2:30 ومرهون هو بالوقت والدوام من الساعة كذا إلى الساعة كذا. الآن أنت بتقدر تقدم بأي لحظة بتشوفها مناسبة هذا سهل على الناس كثير. هلا بالنسبة لسؤالك إنه في شواغر طبعا إحنا كل عام في عنا شواغر ولكن عدد الشواغر تبعا للتشكيلات المدرسية التي تكون معتمدة في حسب التسجيل الصف الأول. هل تم اعتمادها حتى هذه اللحظة؟ يعني التشكيلات لا يمكن اعتمادها في هذه اللحظة إلا بعد نهاية العام الدراسي ودراسة عدد الطلاب. لكن في إشي يعني خلينا نقول تقريبي أو هلا إحنا الإشي اللي بيكون متأكدين منه إنه كل المتقاعد اللي تقاعدوا ومددنا لهم هذولا الشواغر موجودة يعني بنقول ممكن عندنا 40-50 شاغر موجودات غير المراكز الجديدة اللي بتم اعتمادها تبعا لعدد الصفوف اللي بتكون معتمدة في العام نعم. طب أستاذ محمد في استفسار إحدى المواطنات تقول أنا قدمت من قبل بس لما حطيت رقم الهوية ما لقيت أي إش من المعلومات وهي قامت بكمان مرة رفع عبت المعلومات ورفعت الملفات وفي شوية ملفات مش راضية تترفع بسبب الضغط اللي على الموقع ممكن. هلأ إذا في حد ممكن قدم وحطوا رقم الهوية وما لقوا إيش من المعلومات مع أنه أنت سبق ونوهت أنه المعلومات يتم الاحتفاظ بها وكأنها هي هذه عبارة عن خزنة لكافة الوثائق اللي بيتم تزويدها في هذا الموقع الإلكتروني. نعم يعني أنا بدي أحكي أنا بشكل شخصي كل موظفي الحكومة كل واحد له بروفايل على موقع الديوان يعني فيه له اسم مستخدم وكلمة مرور يعني أنا بدخل على هذا الموقع في أوقات ما بلاك فيه عليها ضغط يعني أنا بتفاجأ من الناس إنه في عليها ضغط هلا لأنه موزع ومش محدود من أي ساعة لأي ساعة أنت يعني 24 ساعة الموقع مفتوح وبالتالي أنت خلال يعني أقل من 20 ثانية بتقدر لما تفوت على تحط الكلمة المرور واسم المستخدم بيبين عندك مباشرة أنه في عندك إمكانية أنه والله بطيء ولا سريع وهي كلها ثواني يعني إذا أنا حاولت في اليوم ما هي مرة واحدة أنا لما بدي أدخل وأرفقهن كلهن 4-5 أوراق أو 6 أوراق بكون مجهزن على الديسكتوب اللي عندي وعاملهن سكانر ولما عبي المعلومات العملية كلها ما بتستغرق عن دقيقة دقيقتين وبرد بأكد انه هاي المعلومات اللي والمرفقات اللي بحطها هي بتصير محفوظة في البروفايل اللي إلك يعني زي الملف الخاص اللي إلك زي اي شيء إلك شخصي وانت بتقدر تستخدمه لأي وظيفة يتم الإعلان عنها من قبل ديوان يعني وحتى ساعات الليل يعني الواحد بتكون رايك الأمور ما في ضغط ممكن يكون على السيرفرات في أوقات متاحة بشكل صحيح عام. لاحقا في تعديلات على
الامتحان بصراحة؟ أنا بدي أحكي على التعديلات على الأسس التوظيف الجديدة. التعديلات اللي صارت وأهمها اللي بيحبوا يسمعوها اللي هم المتقدمين اللي علامة النجاح. العام كانت عندنا 70%، وكانت الاحتياط، يعني كان عندنا احنا العام سجلين، سجل الأساسي والاحتياط. صحيح. الأساسي كان من 70 وطالع فما فوق، والاحتياط كان 60 من 60 ل 70. العام تم تخفيض علامة أو السجل الأساسي صار من 60 فما فوق، والاحتياط من 50 ل 60. هذا واحد. الأهم إشي كمان اللي بحبوا يسمعوه اللي هم اللي تعينوا من السجلين، طبعا السجل الأساسي معروف هو ما بده يعيد الامتحان. كان السجل الاحتياط فيه إنه بده يعيد ولا لا، فأجت التعليمات إنه لا إعادة حتى اللي تعين من قائمة الاحتياط. يعني حتى اللي جاب العام من 60 ل 70 وهو كان معين على شاغر، سيتم تجديد العقد له تلقائيا زيه زي الأساسي. وهذا يعني رح يتم اعتماده خلينا نقول حسب الأمور اللي المختصة فيه أو المرافقة له كتعيين، ومش رح يضطر مش رح لا يجدد ولا يقدم امتحان. وبالتالي هاي يعني كانت خطوة جميلة وبتسهل بصراحة. نعم كثير. طب أستاذ محمد أيضا في استفسار، يعطيكم العافية، أنا سجلت وعطوني أنه تم اعتماد الطلب بس ما وصلني اسم المستخدم وكلمة المرور، وبرجع أعيد الطلب بيحكي لي أنه رقم الهوية موجود لدينا وقم بتسجيل الدخول باستخدام باسم المستخدم الموجود لدينا سابقا. أنا بدي أحكي للأخت هاي، أول شيء ما بوصلها هو مباشرة الآن إنه تم قبول الطلب. يعني الطلبات عندنا كلها موجودة كمديرية تربية وتعليم، يعني أنا بدخل على الموقع باسم المديرية في إن باسورد ويوزر نيم، بشوف كل الناس اللي قاعدين بتقدموا، بشوف البيانات اللي معبينها، بشوف المرفقات كلياتها، والآن لحد الآن لا رفضنا طلب ولا قبلنا طلب. بعد برد بأكد المتقدم معاه لغاية 29/4 الساعة 12 في الليل سيتم إغلاق الموقع. وبالتالي خلال هاي الفترة برد بناشدهم إنه كل واحد قدم يرد يدخل على البروفايل اللي له ويتأكد من البيانات والمرفقات وإله التعديل كيفما شاء. يعني لو كل يوم أنا عدلت صح ولا خطأ ولا خطأ ولا صح، في خلال هاي الفترة ما في حدا يعني راح يعطيك نتيجة إنه مقبول طلبك ولا لا. الاعتماد بعد 29/4 بعد ما يتم إغلاق الموقع، هناك ستصل رسائل للمتقدمين. يعني مش مباشرة. لا مش مباشرة. وبالتالي أي واحد في عنده شاكك إنه في خطأ، يعني ممكن مادة الامتحان والتخصصات زي ما بتعرفوا عنا إحنا 33 مادة امتحان، في عنا بجوز 250 أو 270 تخصص. وبالتالي التخصص الدقيق اللي أنا متخصص في الجامعة يتناسب مع مادة الامتحان، وبالتالي إن مراجعة ومعدل في الجامعة ومعدل في التوجيه وأي مرفقات أخرى يجب إني أنا أراجع. بنظرك أبو علي يعني بصراحة مثل هذا النظام، لأنه بصراحة برضو بدها دقة في عملية الاختيار والتعبئة النماذج وإلى ما ذلك، أخذ الوقت الكافي للترويج له خاصة للطلبة أنفسهم؟ والله شوف احنا بنعتقد انه اي طالب مخلص بكالوريوس انه هذا المطلوب شيء بسيط جدا، لانه ما في طالب بتخرج من الجامعة الا بيكون عنده معرفة في استخدام الكمبيوتر على الاقل. واحنا بنحكي عن يوزر، احنا ما طالبين منه اشي معقد، هو يعني معظم الناس برد بأكد انهم بيستخدموا اشياء مشابهة له، يعني كل الناس عندهم ايميل وابسط من يعني نفس الفكرة، وفي عنده فيسبوك، في له باسورد ويوزر نيم، وبالتالي الموضوع سهل جدا. نعم. وإحنا بجوز يعني كل بداية أو كل تغيير الناس بجوز إنه يعني شوي تحكي فيه، ولكن السنة القادمة لما المتقدم يشوف إنه هو مش مطلوب منه غير بس يفوت على الموقع ويقدم طلب من جديد، ولا بده يرفق صور ولا بده يرفق أوراق، وبالتالي رح يكون الموضوع أسهل. سهل. صحيح. وكمان بدي أكد إنه إحنا من المتقدمين نفسهم اللي عنا في إلهم أصلا هم على موقع ديوان الموظفين العام متقدمين بطلبات لوزارات أخرى، وبالتالي هذول الناس لما دخلوا على موقعهم يتم اعتماد أوراقهم، هم بيعرفوا اللي سامعين منهم بيعرفوا أنه هو لا حط شهادة جديدة ولا إشي، لأنه أصلا لقي كل الشهادات موجودة على الموقع، هو بس
تغير عنده تقديم بطلب توظيف لوزارة أخرى بس هذا اللي تغير عنده. إذن يعني بنتمنى إن شاء الله التوفيق، كل التوفيق لكافة المتقدمين والمتقدمات. لكن أود الاستفسار حول بعض التخصصات، يعني بتجينا في أيام متفرقة استفسارات إنه عدم اعتماد بعض التخصصات مع أنها تدرس في الجامعات من المواطنين والمواطنات. هذه الاستفسارات يعني الطرح للتخصصات بناء على ماذا؟ هل يتم أيضا المواءمة مع الجامعات، ما هو متواجد في الجامعات والسوق الفلسطيني وحاجة السوق الفلسطيني وبالتحديد مجال السلك التعليمي والتربية؟ نعم، يعني إذا بدنا نحكي في هذا الجانب بنحكي عن أنه توجه الوزارة أنه التخصصات أن يكون حتى التخصص نفسه والمتقدم مؤهل تربويا، يعني معاه شهادة تأهيل تربوي. هلا في تخصصات بصراحة لن يتم اعتمادها. أول شيء في عنا لجنة التخصصات في الوزارة، وهي اللجنة إذا بدنا نحكي عن التخصصات هي أي تخصص قريب من أنه يكون مدرس بتاخذه مع شروط انه ان يكون مؤهل تربويا. اما في تخصصات بعيده، يعني مثلا واحد بكل انا مخلص هندسه مدنيه، صعب جدا انه انت تقدر تاخذه. ولا الا في مثلا هندسه كهربائيه تم اعتماده بقدم امتحان تربية تكنولوجية مثلا. وبالتالي في تخصصات اللي ممكن تكون قريبة انه انت تدرس في مدارسنا ولكن ان تحمل مؤهل تربوي. ومن الشروط هذا العام اللي قراهم انه حتى اي معلم غير مؤهل سيكون اجباري انه يكمل ويحصل على شهادة التأهيل التربوي من الجامعة. طب من البيانات المطلوبة الخبرات، التدريبات، الاعمال التطوعية الى ما ذلك اللي لساته يا دوب طازة بصراحة. حديث التخرج. بشكرك على هذا السؤال. بشكرك على السؤال. خليني أحكي بشكل عام. هلا كمان بالنسبة للي بتقدموا غير المرفقات الأساسية، في عنا حالات خاصة. يعني في عنا مثلا الأسرى، الشهداء، المعاقين والجرحى، والشؤون الاجتماعية. هذول بيعرفوا اللي بيقدموا لهاي الحالات إنه هاي الورقة تعتمد بتاريخ حديث. يعني اللي قدم الورقة العام الماضي بتكون لاغية هذا العام، وبالتالي لما بيجيب ورقة جديدة بده يدخلها ويحط زيها زي شهادة التوجيهي أو الجامعة، بده يرفقها، يعملها سكانر ويرفقها ويدخل البيانات. بالنسبة للشؤون الاجتماعية طبعا التعليمات تحكي أنه صاحب الحالي أو ابن أو زوجة صاحب الحالي، إذا أي شخص في عنده باسمه شؤون اجتماعية وبده هاي الشؤون يتنازل عنها لابنه، في نموذج بيتم اعتماده من قبل التربية والتعليم. يعني لازم المتقدم إذا في عنده شؤون اجتماعية بهاي المواصفات بيجي عنا في نموذج بيتم التنازل عنه لزوجته لابنه أو نعم. لبنته، وبالتالي يتم اعتماده. فهذول الحالات اللي كانوا مقدمين أنا يعني لازم نأكد عليهم أنه كل الأوراق السابقة هي بتكون يعني في لازم ملغية تكون محدثة أول بأول وبتاريخ حديث. هيك الإعلان اللي قرر الإعلان لازم تكون بتاريخ حديث لكل الحالات اللي حكينا، خاصة أنه في تغييرات بتصير في من قبل الوزارات الأخرى بالتحديد الشؤون الاجتماعية، التنمية والشؤون الاجتماعية، لأنه الأوراق مثل ما ذكر أستاذ محمد متجددة وأيضا القرارات متجددة. فنتمنى أنه تكون هذه المعلومة رسخت في الأذهان وإن شاء الله يتم العمل فيها. وفي فريق عمل على الموقع كما أشار الأستاذ محمد للتواصل، ووضعوا كل استفساراتكم تساؤلاتكم لأي مشكلة بتواجهوها، مديرية التربية مش بعيدة للتوضيح، وإن شاء الله ما في بيكون أي تقصير في هذا المجال. إذن مرة أخرى نذكر أن آخر موعد لتقديم الطلبات للتربية والتعليم من خلال التسجيل الإلكتروني يكون في 29 من الشهر الجاري، يعني 29 نيسان بكل اللغات. إن شاء الله تكون واصلة مفهومة 100% لحقوا حالكم وما يكون التقديم في وقت واحد مثل ما ذكر الأستاذ محمد، لما بنشوف إنه في بطء في عملية التحميل وما إلى ذلك. ساعتين يعني مش إشكالية بالنهاية لهذا الموضوع. ونشكرك جزيل الشكر الأستاذ محمد زيتاوي رئيس قسم التوظيف في مديرية التربية والتعليم. شكرا في تركيا. شكرا جزيلا لكم، يعطيكم ألف عافية. الله يسعدك. متواصلين أكيد وإياكم مشاهدينا مستمعينا الأعزاء مزيد من الفقرات، لكن بعد هذا الفاصل.